بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله زي ما وعدتكم المرة الجاية اللي فاتت، قلت لكم هصور لكم الرومي والكتاكيت. هما طبعا النص، لأن أنا البيبيات دول كنت مصورهم لكم هما صغيرين، كانوا 10. بعد ما حلوا كده القطة خدت منهم 5، اتفضل لي 5. والكتكوتات ساعة المطرة مش فاضل لي منهم غير الديكندو. فان شاء الله كده النهارده هنصورهم كده واقول لكم ماشي اللي انا عملته معاهم لحد عشان يبقوا حلوين كده ويوصلوا للشكل ده. فتعالى يا احمد. فانا بوكلهم الاول، كنت بوكلهم هات يا احمد هات الاكل ده. الاول كنت بوكلهم على فصاف، فطبعا في النهار بسيبهم هنا دي العشة اللي انتوا عارفينها اللي انا بسيب فيها الحاجه وهي صغيره لحد ما تطب. فانا في النهار كده بسيبهم هنا، وديت البتاعة ديت اسمها بيات، انا شاريها لهم ببياتهم فيها اللي. فطبعا كده هنقول بسم الله كده ونوكلهم مع بعضيات. دي معايا هنا كده خضره انا بخرطها لهم، برسيم، كرات، اي خضره عندي. وغيرت لهم العلف، كنت باكلهم علف صافي، دلوقتي بحط لهم علف على رده، هما بيحبوه، بس هما طبعا بيحبوا الخضره اكتر من العلف. ومعايا هنا اللميه برضو، هات اللميه، اللمية اهي بحط لهم فيها ليمون، بحط لهم مع اللمية ليمون. انا طبعا يا دوبك غيرت لهم دي كام يوم كده العلف، لقيتهم هم عايزين ياكلوا رد، لقيتهم هم هو الرومي بطبيعته بيحب الرد، والرد طبعا حلوه بتساعد في ان الرومي يكبر بسرعه. فحطيت لهم رد دي كام مره كده، لقيتهم الحمد لله بياكلوها حلو، وما شاء الله يعني الله اكبر عليهم بقوا حلوين. بس طبعا الرومي بيموت في حاجه اسمها الربيع اللي هي الخضر، اللي سواء كان كرات اي حاجه، اي حاجه خضره كده هو بيحبها، برسيم، جرجير، اي حاجه عندي خضره بخرطها لهم بيحبوها. وكمان البقدونس كمان اللي احنا بنحطه في السلطه ده حلو خالص للطيور الصغيره. وانا بحط لهم في الميه ليمون على طول، زي ما انتم عارفين ان انا معوده الطيور كلها بطلعها على الشحو على الليمون وعلى البصل، وهما برضو بخرط لهم بصل. اما هو دي هو بس اول ما هيشوفوا الاكل هيجوا والرد على العلف ده انا مشوي شويه اميه بسيطه كده. وببياتهم في البياته دي انا شاريها ب 30 جنيه، ببياتهم فيها من الليل لليل، بحط عليهم فرطه بسيطه عشان الجو دلوقتي بقى حراره والرومي ما بيحبش الحر، لو كتمت عليه ممكن وشه ينفخ مني ويورق، فلازم ان انا احافظ عليه ان انا ما كتمش عليه عشان وشه ما يتنفخش. وطبعا البصل برضو عشان التنفخ لازم نوكلهم بصل عشان يتنفخ. ولازم كمان في حاجات مهمه لازم نعملها للرومي او للطيور اللي هي الفراخ وهي صغيره، للكتاكيت مثلا. عندنا اللي هو السكن اللي انا قلته لكم قبل كده، اللي هو السكن اللي هو الرماد بتاع النقر. الطيور ديت سواء الرومي سواء الفراخ بيبقى فيه حشرات في جسمه، فبدل ما هنقعد نقول نعوز نجيب رش نجيب حاجه، فبيبقى عندنا حاجات في الطبيعه بنحطها للطيور بتحافظ عليه، وكمان بتحوش الحشرات اللي في الجسم، زي مثلا اللي هو السكن ده اللي هو الرماد بتاع النقر. انا بحطه لهم تحتيهم كده، بفضيه تحتيهم. طبعا اللي هو بيبقى بتاع الرماد بتاع النقر، احنا طبعا عندنا عشان انتوا عارفين ان انا عامله كانون وعامله فرن، فبحطه بطلعه بقى من وعيه، بطلعه لهم وبحطه، هما بيقعدوا يتمرمغوا فيه كده ويتقلبوا فيه وينبشوا فيه وينجوا فيه برضو. وكمان الرمله، كمان جميله خالص للروم، عشان الروم بيقعد ينجي الزلط اللي فيها اللي هي الزلط والحصو الصغير ده وبياكلوا، عشان بتخشن معاه في المعده. واه يا احمد رمله اهي، اللي هي الرمله دي اللي هي الرمله بتاع البنى اللي بيبنوا بيها. اصور من بعيد عشان بس هما دلوقتي بياكلوا، اول ما هيخلصوا اكل وهياخدوا بالهم من الرمله ديت ومن السكن هنبص لقوهم هيفرحوا بها، عندهم هتبقى عندهم زي عيد اهي. هتبدا اهي واحده شافت الرمله بيبدا كده اكنه يحش ده دلوقتي لحد ما عشان ما يمشيش عليه تراب. دي بقى لو في اي حشره في جسم الطيور بيحوشها اللي هو السكن ده احسن من اي حاجه.
هياخدوا حمام بقى فيه. وبيلقطوا فيه برضو الحاجات اللي بتبقى فيه دي، الحصو اللي بياكلوها منه ده بيحلو حلو، بيخشن لهم معدتهم وحلو برضو للامراض وكده. والرمله دي بيلقطوها ما بيسيبوهاش، انا بسن كل فتره وفتره ويحط لهم من الرمله دي. هم ساووا الاكل، انا رحت بعيد عنهم عشان التراب، عشان الريحه بتاع التراب. هم ساووا الاكل وراحوا للي احسن من الاكل. هو الرومي بيحب التراب، لو خرط كمان الخرط 100 100 اللي هو التراب بتاع الارض ده حلو خالص. وبرده زي ما بعمل للرومي كده برده للحمام، برده بعمل للحمام كده كل فتره وفتره بجيب لهم شويه كده واحطهم تحتيهم، شويه خرط على شويه سكن على شويه رمله على شويه طوب احمر مكسر، على كمان لو ما عندناش السكن ده بنجيب لهم الفحل والنعم وبرضه بنحطه له، بيغني برضه عن السكن. لو مثلا حد عنده شوية مثلا شوى، بعد ما شوى اللي بيفيد من الشوية دي ما نلقحوش، اللي هو الرماد اللي بيفيد ده بنحطه لهم برضه، دي جميل خالص للحمام وللطيور جميعا. هنشوفوا سابوا الأكل وبيفرحوا باليوم اللي انا احط لهم فيه ده، انا بحطه مره كل اسبوع. الكلام ده لو حد يعني عنده حشرات في طيوره واستخدم الطريقه اللي انا عملتها دي احسن له من اي حاجه. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. وهو دي الروميات اهو ما شاء الله عليهم، انا مش عارفه هم ليهم يجي شهر، هم ليهم يجي شهر، يعني الرومي ده عمر شهر. هما بقى مش هيفكروا في الاكل خالص النهارده بقى، اما يلعبوا شويه في السكن وبعدين يبقى يروحوا ياكلوا. هي دي قامت سابت السكن وراحت تاكل شويه. يا رب يكون الفيديو عجبكم بتاع النهارده، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناه. ومع السلامه في فيديو جديد.